أهلا بكم في هذه الساعة الثانية من الرأي الحر، نتحدث فيها عن الإمارات. تناقض كبير في الحقيقة، تدرج مواطنيها على قائمة الإرهاب وفي نفس اليوم تحتفل بذكرى التطبيع مع الاحتلال، عام على توقيع أو إعلان التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي. ونطرح سؤالا في هذه الساعة، هل انقلب مفهوم الأمن القومي لدى حكام الإمارات؟ قالت وكالة أنباء الإمارات وام إن الإمارات أدرجت 38 فردا للأشخاص و15 كيانا في قائمة الأشخاص والكيانات والتنظيمات التي تعتبرها داعمة للإرهاب. وأفادت وام بأن القرار يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له. وتشمل الأسماء التي أضيفت إلى القائمة معارضين إماراتيين بارزين، أبرزهم أحمد الشيب النعيمي ومحمد صقر زعابي وحمد محمد الشامسي وسعيد ناصر الطنيجي، وجميعهم محكومون غيابيا بالسجن لمدة طويلة بعد إدانتهم بالانتماء لجمعية الإصلاح. وبرز الناشطون الأربعة بتغريدات ومواد إعلامية عرفوا من خلالها عن الانتهاكات ضد المعتقلين في الإمارات، كما ضمت القائمة أفرادا من لبنان واليمن وإيران وسوريا والعراق وأفغانستان والإمارات. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي احتفلت فيه سفارة الإمارات في تل أبيب بمرور عام على اتفاق التطبيع مع إسرائيل بلافتات نشرتها في تل أبيب القدس الغربية. وعلقت السفارة لافتات كبيرة في تل أبيب والقدس كتب عليها باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: السلام هو مستقبل أبنائنا. وتضمنت اللافتات العلمين الإسرائيلي والإماراتي. وقال موقع إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر: دشنت سفارة الإمارات في إسرائيل حملة في تل أبيب والقدس بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقية السلام الإبراهيمي. ومن جانبه علق وزير الخارجية الإسرائيلي إير لابيد في تغريدة على تويتر قائلا: من أجل المستقبل، من أجل مستقبل أولادنا. وأضاف: شكرا سفارة الإمارات في تل أبيب. أتحل اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الأولى للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في البيت الأبيض بين إسرائيل والإمارات والبحرين في 15 من شهر سبتمبر من العام الماضي. في هذه الساعة، الإمارات إذن تقمع مواطنيها وتحتفي في نفس الوقت بدولة الاحتلال. ونطرح سؤالا: هل فقدت أبو ظبي بصلتها أم انقلب مفهوم الأمن القومي لديها؟ أنقل هذه التساؤلات إلى ضيفي الذي انضم إلي عبر سكايب من لندن، الدكتور أحمد الشيبة النعيمي، رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، معنا من لندن. طيب، حتى ينضم إلينا دكتور أحمد، إذن نحن أمام ازدواجية غريبة في الحقيقة. الإمارات التي تضع هذه الأسماء وهؤلاء الإماراتيين على قوائم الإرهاب، في نفس اليوم تحتفي بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وتتحدث عن السلام والتسامح والمستقبل والأبناء. طب أليس أبناء الإمارات أولى بهذا التسامح؟ أليس معارضي الإمارات أولى بهذا السلام؟ أم أن السلام فقط مع إسرائيل؟ يعني التناقض الغريب في موقف الإمارات يستحق أن نتوقف عنده كثيرا. أنت بترفع شعارات أنك دولة التسامح وعندك وزارة السعادة وأنك نموذج جميل خالص، نموذج أوروبي، نموذج شيك جدا، بتتعامل ب تسامح وبيعني سلام مع الجميع في الحقيقة، ولكن يعني شاءت الأقدار إنه اليوم اللي أنت بتعلن فيه هذه الشعارات الجوفاء بتحكم فيه أو بتصنف فيه أو بتعلن بعض الأسماء تضمها إلى قائمة الإرهاب. خلوني أنقل هذا السؤال لدكتور أحمد الشيبة النعيبي، رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، اللي بينضم إلي عبر سكايب من لندن. أهلا بك دكتور. يا أهلا وسهلا. طيب، في اليوم اللي بيضم فيه اسمك لهذه القائمة، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، السفارة الإماراتية في الكيان الصهيوني بتعلن الاحتفال بالذكرى الأولى لاتفاق التطبيع وبتكتب عبارات السلام والمستقبل لأبنائنا. يعني
كيف شعرت؟ بلدك بتصنفك أنك إرهابي في الوقت اللي بتحتفل بيه بمرور سنة على اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن القضية هذه مؤلمة لكل إماراتي، ليس فقط لي، ولكل عربي ولكل مسلم ولكل من له إنسانية، لأن القضية أصبحت قضية يعني ازدواجية معايير لأجل أهداف سياسية واضحة، ولعلها تكون أهداف شخصية فقط، وبالتالي يضيع الوطن ويضيع أهل البلد وتضيع القيم التي أسس عليها الوطن، لكي تنقلب القيم إلى عكسها. فنحن اليوم أمام يعني تصنيفنا كإرهابيين. لماذا هذا التصنيف؟ لأننا طالبنا بالديمقراطية، لأننا طالبنا بوقف التطبيع الذي يقومون به، لأننا كان لنا موقف من كل الحروب التي تديرها الدولة، فنحن ضد كل إرهاب وكل تطرف تم يعني اعتماده على الوطن في الداخل أو باسم الوطن في الخارج، بيد أننا نعلم بأن تصنيف الكيان الصهيوني هو كيان إرهابي وفقا لقيم الإمارات والقيم العربية والقيم الإنسانية. هذا كيان مجرم وعليه جرائم حرب. اليوم هو يعني يتكلم عنه على أنه طريق السلام، وأن التصالح معه هو لأجل سلام المنطقة، بيد أنه العدوان على من يدعون إلى الإصلاح وعلى من ينادون بأن يكون للشعوب حقها، هم الذين اليوم أصبحوا يعني أصبحوا اليوم هم الإرهابيين وهم المتطرفين في عرف الحكومة الإماراتية للأسف. طيب، هل تم وضع اسمك على قوائم الإرهاب لأنك أنشأت هذه الجمعية إماراتيون ضد التطبيع؟ هل الأمر له علاقة برفضك لاتفاق التطبيع؟ لا شك بأن له سبب، ونحن نرى بأن أصلا اليوم الذي أصدر فيه هذا القرار كان يسبق يوم واحد فقط من يعني من الذكرى الأولى لهذا الاتفاق المشؤوم ما بين حكومة الإمارات وما بين الكيان الصهيوني، فهو بمثابة يعني التذكير وبمثابة الهدية للكيان الصهيوني المجرم، بأن هؤلاء من يعارضون التطبيع ومن يتكلمون حقيقة باسم الشعب الإماراتي. نحن اليوم حينما نتكلم نحن نكشف حقيقة، وبالتالي بالنسبة لهم هذه الحقيقة مؤذية، هو أن الشعب الإماراتي رافض لهذه الاتفاقية لكن بسبب اليد الأمنية والقمع، وبالتالي هم يريدون اليوم أن يعكسوا الأمور، فيعني يسموا الأمور بغير مسمياتها، فهم الإرهاب ما يفعلونه الإرهاب، فيصمون الآخرين بالإرهاب والتطرف. فبالتالي هي عملية السلام التي تمت أو هذا الاتفاق الإبراهيمي هو خطوة نحو الإرهاب والتطرف، وبالتالي هم يريدون كل من يعاكس هذه الخطوة وكل من ينشئ كيان كمثل الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع أو كل من ينادي بإيقاف هذا الإرهاب يوصم بالعار الذي هم قاموا به وبالإقدام الذي عملوه. اليوم احنا نعلم غير هذه الممارسة فإن يعني هناك ممارسات كثيرة في الإرهاب والتطرف قامت بها الحكومة الإماراتية. أليس أحمد الشيبة أولى بشعارات السلام التي رفعتها السفارة الإماراتية في تل أبيب؟ ألستم أنتم أبناء الإمارات؟ لماذا يذهبون إلى الكيان الصهيوني ويتحدثون عن السلام والمستقبل ثم يضعونكم على قوائم الإرهاب؟ لا شك بأن لم يعد للشعب الإماراتي أي قيمة لدى الحكومة. نحن نتكلم اليوم ليس أحمد الشيبة فقط من يعاني هذه المعاناة، وإنما هناك أكثر من مليون شخص إماراتي يعانون حقيقة. نحن نتكلم المعاناة الموجودة في الإمارات ليست بالبسيطة، من التغول الأمني الكبير جدا الذي ضيق على الناس عيشتهم وأصبحوا في وضع غير عادي. حقيقة السلام غير موجود، السلام هو يعني مجرد شعار، أما حقيقة الأمر فهو عكس ذلك تماما. الشعب الإماراتي اليوم يعيش تحت نير هذا التطرف وهذا الإرهاب الشديد. وللعلم حينما تقوم الحكومة الإماراتية بوضعنا في قائمة الإرهاب فهي رسالة للشعب الإماراتي. أول شيء هم ما يريدون أن يقول أنه كل من يتكلم عن يعني ضد سياسة الحكومة الإماراتية، ضد هذا التوجه الجديد الذي هو معاكس تماما لدستور الإمارات وللاتفاق ما بين شعب الإمارات وما بين حكامها، العهد الذي بينهم هذا كله نقض
أمام مثل هذه الاتفاقات، هم يريدون الشعب الإماراتي أن يصمت، وأنه حتى تأييده لنا ونحن نتكلم باسمه اليوم وبنفس قيمه ومبادئه فهو يعتبر إرهابي. ولذلك حينما يذيل القرار بأنه أي أحد له صلة بنا وأي أحد له أي تواصل معنا فإنه يتخذ معه الإجراء اللازم، فهذا إرهاب للشعب الإماراتي. أين مفهوم الأمن القومي دكتور فيما تفعله الإمارات؟ حقيقة بالنسبة لصاحب مشروع شخصي لم يعد للدولة وللكيان وللأمن القومي أي قيمة، فهو يزج بالدولة في يعني في أتون حروب. اليوم احنا نتكلم عن كم من الجنود الإماراتيين الذين لا يعرف أحد عددهم، الذين أخذوا إلى حروب ويعني قتلوا هناك بلا أي قيمة لأي حروب من هذه الحروب، ليس لنا فيها ناقة ولا بعير، دخلت فيها الإمارات وقامت بمثل هذا الأمر. الأمن القومي الذي يسمح فيه للكيان الصهيوني بأن يدخل بلا، يعني هؤلاء مجرمي حرب وهم معروفون، العدد الذي موجود في الكيان الصهيوني هؤلاء كلهم مسلحون، المستوطنون مسلحون، أن يسمح لهم بالدخول في إلى دولة الإمارات بلا فيزا، أن يكون هناك اتفاق بأن يكون بلا فيزا، ونعلم بأنه في شهر 10 الماضي قد تم انتقال عشرات من المجرمين الذين كانت ستصدر بحقهم أحكام في الكيان الصهيوني، مجرمين مخدرات قتلة انتقلوا إلى دبي، ولم يحرك هذا يعني هذه الحكومة لم تحرك ساكنا، بل ولم تحقق في الموضوع أبدا. إذن الأمن القومي وأمن الدولة وأمن المجتمع ليس له أي قيمة أمام المشروع الشخصي الذي يريد فيه هذا الشخص أن يحافظ على كرسية وأن يوجد له مكانة في المنطقة وأن يستطيع أن يتدخل في الدول بالعسكر وبالأمن، يتجسس على هذه الدولة ويدخل يعني يدخل هذه الدولة في معارك وهكذا. طيب ما هي تداعيات وضع اسمك مع آخرين على قوائم الإرهاب الإماراتية؟ ما الذي يعني هذا؟ يعني نحن حقيقة القرار كما رأينا هو قرار سياسي، يعني صدر من مجلس الوزراء في الإمارات، وهو لا يمثل لا جهة قضائية ولا نيابية. لم يصدر في حقنا أي إدانة في هذه الدولة التي نعيش فيها، وليس علينا أي سجل جنائي، فكيف بها اليوم بعد 9 سنوات تجعلنا في يعني في قائمة الإرهاب؟ ليس لذلك حقيقة أنا يعني وفقا للقانون، قانون الدولي أو الانتربول أو أي قانون ليس له أي قيمة، فحينما يصدر هو قرار سياسي بحت وانتقام من دورنا الذي نقوم فيه في قضية فلسطين بالذات وفي قضية التطبيع، ونحن مستمرون بإذن الله. الإمارات التي يعني صدعت العالم بالحديث عن اتفاقية التطبيع وأنها بذلك تحفظ للفلسطينيين أرضهم، يعني تبين في أكثر من موقف على مدار العام الماضي دكتور أن هذا الاتفاق لم يجلب للفلسطينيين أي شيء، يعني تابعنا قضية الشيخ جراح وتابعنا الحرب على غزة ولم تحرك الإمارات ساكنا. ليتها فقط يا أخي أسامة لم تحرك ساكنا، بل إن رأينا السفير الإماراتي يزور ذلك المجرم الذي هو رئيس حزب من الأحزاب المتطرفة في فلسطين وعلى أرض فلسطين في تل أبيب، يزوره ويطلب منه المباركة بعد الأحداث التي حصلت في القدس وبعد أحداث حي الشيخ جراح وبعد الاعتقالات التي تمت في يعني عند باب العمود، كل هذه الأحداث التي حصلت كانت مؤشر إلى أنه لم يعد القضية قضية أنهم لم يحركوا ساكنا أو لم يقفوا مع الفلسطينيين، وإنما أصبح هو الوقوف مع الكيان الصهيوني قلبا وقالبا. فبالتالي يعني أصلا كان على الأقل أقل الإيمان أنه لا يذهب أصلا لهذا الاتجاه ولا يذهب لكنه لا، أراد أن يثبت بأننا نحن مع الكيان الصهيوني ضد الأمة وضد كل الفلسطينيين، ليس لدينا أي مشكلة،
فالشعار عندهم نحن مع الأقوى في مثل هذا الموضوع. طيب، صفحة إسرائيل بالعربية هي صفحة تابعة لوزارة الخارجية، تحدثت عن شكرها للسفارة الإماراتية في تل أبيب. وزير الخارجية الإسرائيلي قال: من أجل المستقبل، من أجل مستقبل أولادنا، شكرا سفارة الإمارات في تل أبيب. دكتور، أنتم بالتأكيد على تواصل مع الأجيال الجديدة في الإمارات، هل هي مرحبة بما يحدث؟ هل الأجيال الجديدة في الإمارات، المستقبل الذي يتحدث عنه رموز الكيان الصهيوني، هم سعداء بمثل هذه اللافتات، سعداء باتفاق إبراهام؟ هو حقيقة ما نستشفه من الوضع في الإمارات هو أنه ما في، لا يوجد حقيقة يعني دكتور أحمد. طيب، يبدو فقدنا الاتصال بالدكتور أحمد الشيب، على كل حال حتى يعود. طيب، عاد إلينا دكتور. تفضل دكتور. أيوه، آسف جدا، هل انقطع الخط؟ نعم. طيب، تفضل. أقول بأنه هو حقيقة الأمر في الإمارات أن الشعب الإماراتي في الأصل رافض لهذا، وأنا أتكلم عن يعني معظم الشعب الإماراتي الأصيل لا يمكن أن يقبل بهذا الاتفاق صغارا أو كبارا، فهؤلاء الأطفال هم تربية آبائهم وتربية الأسر الطيبة الحمد لله في الإمارات. لكن هل هناك فئة منحرفة وتريد أن تنطلق نحو ولها مصالح في قضية التطبيع؟ نعم يوجد، وهم ينادون بهذا التطبيع منذ فترة طويلة، لكنها فئة شرذمة قليلة ليس لها أي يعني أي مكانة في المجتمع حقيقة، يعني هم فئة بسيطة جدا وليس لهم تأثير حقيقي في المجتمع. الإمارات أو الحكومة الإماراتية دأبت منذ فترة طويلة على تغيير المناهج وعلى محاولة بث هذا الأمر في المجتمع الإماراتي، ولكن كما رأينا في النهاية وجدوا طالب واحد وطالبة واحدة ذهبوا إلى الكيان الصهيوني ولم يستطيعوا أن يجدوا أكثر من ذلك، ولو استطاعوا لفعلوا، لكن من الإماراتيين سيقبل أن يذهب أبناءه؟ هو حقيقة شيء صعب جدا ولا يمكن. وأنا أقول حينما أقول هذا الكلام فإن أهل فلسطين نفسهم يقولون أصلا من الإمارات يعتبر هناك يوجد من العرب من دول عربية مطبعة وغيرها موجودون يدرسون في الكيان الصهيوني وعددهم أكبر بكثير من هؤلاء العدد البسيط الذي جاء من الإمارات. فأنا أطمئن وأقول بأن لا، الشعب الإماراتي لم يقبل بذلك ولن يقبل بذلك، هذه مرحلة وسوف تنتهي بإذن الله، ولن ينجحوا في موضوع التغيير المجتمعي، هؤلاء الذين ينادون هم أبواق للسلطة لا أكثر. طيب، هل من إجراءات ستقومون باتخاذها على الصعيد القانوني أو ما شابه تجاه فكرة قائمة الإرهاب؟ نعم، نحن نبحث هذا الموضوع قانونيا، لأن الإجراء هذا هو إجراء في الأصل غير قانوني، ونحن كما ذكرت سابقا لسنا على أراضي الإمارات وإنما في أراضي أخرى، فكيف يحق لها بأن تصنفنا في قوائم الإرهاب وأصلا نحن لسنا موجودين على أراضيها؟ فهي لابد أن تدلل على ذلك، وبالتالي نحن الآن يعني ماضون إن شاء الله تعالى في بحث هذا الموضوع قانونيا. طيب دكتور، يعني البعض يقول أن الأمور في الإقليم تهدأ قليلا، بين الإمارات وتركيا، بين تركيا والسعودية، تركيا ومصر، مصر وقطر، ولكن يبدو أن الإمارات ليس لديها النية في أن تهدأ تجاه من تصفهم بالإخوان المسلمين أو بجمعيات الإصلاح، لماذا؟ حقيقة يعني بالنسبة للحكومة الإماراتية هي اتخذت هذا الأمر ذريعة للتدخل في الدول ومساندة المستبدين، وبالتالي هي تتخذ هذا الأمر شماعة ولا تريد أن تتوقف عن هذه يعني عن هذه المسألة، وأن هناك مؤامرة موجودة سواء على الإمارات أو على هذه الدول من قبل الإخوان المسلمين، وادعاء كذبة لعلهم صدقوها، ويعني ووصف الإخوان المسلمين بالإرهاب والتطرف. وأنا يعني حقيقة هو أن يستساغ أن يقال عن الإخوان المسلمين بأنهم إرهاب وتطرف، هذا شيء غير معقول، فهم وصلوا من خلال صناديق الاقتراع، ولكن محاولة الإقناع في هذا الأمر هي
ذاهبة إلى الأهداف التي يريدونها. هم يريدون أن يتغولوا ويتحكموا في مصر، يعني مصر اليوم يتحكم بها بالمال بسبب هذا الأمر، وهو أننا دخلنا لأجل إنقاذ مصر من الإخوان المسلمين الإرهابيين المتطرفين. دخلنا، ويقول يعني قائد القوات في اليمن، يقول بصريح العبارة في أحد يعني المؤتمرات، يقول نحن ذهبنا إلى اليمن لمحاربة الحوثيين والإخوان المسلمين. وبالتالي هي القضية اليوم حينما يأتي فيتكلم علي النعيمي ويقول بأن يعني بأن غزة محتلة من حماس، يعني حماس هي من الشعب الفلسطيني، زين، ويتكلم عن الكيان الصهيوني على أنه دولة وأن غزة محتلة من حماس. فهذه هي مسوغ للتدخل، مسوغ للحروب التي يشنونها، سواء في ليبيا، سواء في تونس، حتى الحرب التي قاموا فيها، حتى تدخل في المغرب كان على قضية أن الإخوان المسلمين، وهكذا الأمور يعني يعملون عليها ويسمونها مرة الإسلام السياسي ومرة الإخوان المسلمين، فهي قميص عثمان يلعبون به كيف يشاءون. طيب، عام على اتفاق التطبيع دكتور أحمد، ما هي الاستفادة التي عادت على حكام أبو ظبي وحكام الإمارات من هذه الاتفاقية؟ حكام أبو ظبي وحكام الإمارات هم يريدون أن يستندوا إلى المشروع الصهيو أمريكي ضد الشعوب، وهم يتفقون مع الكيان الصهيوني بهذا. فهم البعد الذي ينظرون إليه هو بعد أن يكونوا محميين من هذه الشعوب، لأنهم هم خوفهم من ربيع آخر قادم هو الذي يجعلهم يستندون إلى الكيان الصهيوني. ولو أنه حقيقة هو غباء سياسي ما يقومون به، فالكيان الصهيوني هش من الداخل، وقد أثبت ضعفه كثير من الأمور. ملعقة أثبتت ضعفه، وسيف القدس من قبله أثبت ضعفه، وبالتالي هي مسألة يعني استناد إلى ضعيف، ويعني هم يشعرون بأنهم قادرين على أن يتحكموا بالمنطقة من خلال أن المشروع الصهيوني لديهم الذي هم انضموا إليه قادر على أن يتحكم بالمنطقة. طب ألم تستفد الإمارات اقتصاديا دكتور أحمد من هذه الاتفاقية؟ اقتصاديا الإمارات خسرانة بشكل كبير وليس بالشيء البسيط، وقد أعلن اليوم على أساس إرضاء للكيان الصهيوني بأن ستكون هناك استثمارات بمقدار تريليون، يهدفون أن تكون الاستثمارات بمقدار تريليون، هذا غير الذي دفعوه من قبل. والإمارات خسرانة اقتصاديا، ليس ولا يمكن، لا يوجد أي تجربة مع الكيان الصهيوني أنك ستربح من خلال الجانب الاقتصادي، من خلال السلام على الجانب الاقتصادي. فتلك تجربة مصر كما رأينا، وتجربة أيضا الأردن من قبل، لا يوجد هناك مرابح. الكيان الصهيوني سوف يبتزهم وسوف يعني يأخذ كل ما عندهم بقدر مستطاعة، وهو المستفيد الأول والأخير، أما هم فليس هناك استفادة. هذا يطرح سؤالا آخر دكتور أحمد في الحقيقة، وهو الثمن الذي دفعته الإمارات من خلال اتفاقية التطبيع مع إسرائيل. عفوا ما سمعتك. ما هو الثمن الذي دفعته الإمارات بعد التوقيع على هذه الاتفاقية؟ نعم، الثمن كبير طبعا، ليس بالبسيط. نحن نرى تباين طبعا ما بين الحكومة والشعب في الاتجاه، وأصبح هناك إشكالية كبيرة. سابقا كان هناك على الأقل تقارب، سابقا قبل هذا كان هناك تقارب في 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 هذا الأمر، أما الآن ابتعدت الإمارات عن كيانها العربي والخليجي بكل ممارساتها هذه، فأصبحت في وضع أصلا سيء جدا من هذه الناحية. كما قلت أن هناك تهديد أمني، ليس بالبسيط. لما نتكلم عن التهديد الأمني، فإن كما قلت بأن هناك العشرات من المجرمين قد انتقلوا، ونحن نعلم بأن الكيان الصهيوني اليوم بالنسبة له الإمارات هو تموضع جديد في الساحة، لأنه يراها ساحة معركة مع الشعوب، ويعتقد بأن هذه الحكومات هي هشة ولن تستمر، وسوف يحارب الشعوب في يوم من الأيام، ولذلك يعتبر أن هذا تموضع. طب لماذا تقول أن الإمارات خسرت عمقها العربي بعد هذه الاتفاقية؟ يعني هناك العديد من الدول قد
تبعت قطار التطبيع الذي بدأته الإمارات، فلماذا خسرت الإمارات؟ حقيقة إحنا لما نتكلم عن العنق العربي فيعني لا نتكلم عن حكومات هي في صراع مع شعوبها، وإنما إحنا نتكلم عن حقيقة هذا العنق العربي. حقيقة العنق العربي هو بهذه الشعوب الكبيرة التي اليوم تشعر بأن الحكومة الإماراتية غدرت بأمتها ولا يمكن أن تقبل، والواضح بأن الشعوب التي حكوماتها تبعت الإمارات ثارت أيضا ولم تقبل بتصرف الحكومات هذه باتباع الحكومة الإماراتية. ففي البحرين هناك يعني معارضة كبيرة جدا للاتجاه نحو التطبيع، في السودان هناك معارضة كبيرة في الاتجاه نحو التطبيع، في المغرب هناك معارضة كبيرة في الاتجاه نحو التطبيع، وهذه كلها تشكيل نواة كبيرة للمجتمعات العربية لأن توحد بوصلتها اليوم نحو موضوع فلسطين والقدس. ألا يوجد لدى حكام الإمارات من يشير عليهم بالتوقف عن سياسات تصنيف المعارضين كإرهابيين وإدراج الكيانات؟ يعني ألا يوجد من ينصح هؤلاء بالبحث عن عمق الأمن القومي للإمارات في أبنائها سواء في الداخل أو الخارج؟ الحكومة الإماراتية أبعدت كل الإصلاحيين كما نعلم بأنها زجت بهم بالسجود، والأكبر من ذلك بأنها استدعت أسوأ ما في الشعوب الأخرى الذين لفظتهم مجتمعاتهم وأصبحوا مستشارين في الإمارات. نعلم من فلسطين من أتى، نعلم من مصر من أتى، نعلم من تونس من أتى، نعلم من ليبيا من أتى. هؤلاء هم المستشارون، هؤلاء هم الذين يدلون، فصنعوا بطانتهم بهذه الطريقة، وهذه البطانة من مصلحتها أن تؤجج الحرب ومن مصلحتها أن تكون يعني تعزز الاستبداد وتؤكد على ذلك. الإمارات اليوم للأسف حكومتها استبعدت الناس الصالحين والمصلحين الذين كان لهم دور حقيقي في بناء الدولة ودور كبير جدا في المسار الإيجابي للدولة. طيب، ودوركم أنتم دكتور، يعني ربما يقول القائل ما هو أنتم أيضا لم تتوقفوا عن انتقاد الإمارات ولم تتوقفوا عن الحديث عن حقوق الإنسان، بل وأكثر من ذلك أنشأتم جمعية ضد التطبيع تعارضون الدولة في كل قراراتها، يعني ألا يمكن لكم التراجع خطوة إلى الوراء أيضا؟ نحن نقوم بواجب، نحن نقوم بواجب، وهذا الواجب هو واجب طبيعي، النظر إلى موضوع أن هناك معارضة على أنه يعني ظاهرة سلبية، هذه نظرة قديمة بل إنها رجعية بشكل كبير، حتى في الفكر الذي هم يطرحونه اليوم سواء الفكر الليبرالي أو غيرها، هذا الفكر الذي يفترض أن يحررهم، المفترض أن يحررهم من مفهوم أن المعارضة هي شيء سلبي. المشكلة في الحكومة الإماراتية التي رفضت أن يكون لها من يرشدها، لها من يقول لها هذا خطأ. في كل دول العالم اليوم توجد معارضة وتوجد حكومة ظل وتوجد يعني من يساند من مستشارين ومن يقول يعني من 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 أصحاب الرشد، من يوجه الحكومة، ومن حتى الإعلام له دور كبير في هذا التوجيه. الحكومة الإماراتية رفضت أن يكون لها مرشد، لكن نحن نرى أن هذا واجبنا تجاه وطننا. من الذي ينور في الوطن؟ من الذي يقول الكلمة؟ إذا لم نقل هذه الكلمة فنحن قد خنا وطننا، وقفنا مع الظالم الذي أخذ وطننا إلى حيث لا يريده المجتمع الإماراتي، ولذلك نحن نقوم بدورنا الذي هو واجب علينا. طيب، هناك مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست، مقال هام في الحقيقة دكتور أحمد، للكاتب الأمريكي الشهير ديفيد إغناتيوس، يقول يتحدث عن تحول سياسات أبو ظبي من النقيض إلى النقيض، فيقول بطريقة براغماتية فجة كان يمكن أن يخجل منها ميكافيلي مخترع مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، غيرت الإمارات مواقفها العدوانية من دعم المواجهة المباشرة مع الأطراف الإسلامية وإيران إلى أسلوب الحوار. خلال الفترة الماضية اتجهت لحل الخلافات مع إيران، تركيا، قطر، ليبيا وبعض الغرماء السابقين، إضافة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل ذلك بشهور. هل تتفق مع هذا الجزء في المقال؟
أنا شوي قطع طيب الخط عندي. أقرأه لك مرة أخرى. الرجل هو ديفيد إغناسيوس، صحفي أمريكي شهير في واشنطن بوست، يقول بطريقة براغماتية فجة كان يمكن أن يخجل منها ميكافيلي مخترع مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. غيرت الإمارات مواقفها العدوانية من دعم المواجهة المباشرة مع الأطراف الإسلامية وإيران إلى أسلوب الحوار. خلال الفترة الماضية اتجهت أبوظبي لحل الخلافات مع إيران، تركيا، قطر، ليبيا وبعض الغرماء السابقين، إضافة لعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل. هل تتفق مع هذا الجزء؟ هو حقيقة يعني الوضع الذي فيه اليوم الحكومة الإماراتية هو وضع جدا صعب، ليس بالبسيط. خسرت كثير من المعارك وأصبحت في وضع نوع من العزلة أيضا، ليست بالبسيطة. بالنسبة لإيران فأنا لا أرى هذا الأمر صحيح، فهي أصلا العلاقات مع إيران قوية جدا، والحكومة الإيرانية تستثمر في الإمارات بمليارات، بل مئات يمكن المليارات، في دبي وفي الإمارات، والإمارات تعتبر أصلا يعني منفذ لها لكثير من التضييقات التي تتم عليها. فليست هناك حقيقة شيء، ليس هناك شيء جديد. وأول من أعاد سفارته في طهران هو الإمارات، ووجد يعني أوجدت لها ممثل. فبالتالي هي هذه المسألة ليست بالكبيرة يعني في موضوع العلاقة ما بين. أما بالنسبة لتركيا والاتجاه نحو تركيا، فواضح أن الإمارات اتخذت هذا الاتجاه، وجدت أن لا مصلحة لها أكبر في موضوع المعاداة، وأنها خسرت كثير من المواقف بسبب هذه العداوة، وهي تحاول أن تصحح في هذا الاتجاه. لكن ليس هناك وضوح في هذا الأمر، وليس هناك وضوح في الاتجاه نحو الإسلاميين. نحن لم نرى أي إصلاح في يعني في التعامل مع الإسلاميين. المعتقلون في الإمارات ما يزالون في السجون، وينكل بهم أكثر وأكثر، والدعم للكيانات المجرمة الاستبدادية سواء في مصر سواء في اليمن الجنوبي هي تقوم بهذا الدور بشكل كبير ومستمرة فيه. فالقضية قضية مصالح براغماتية كما قال، لكنها ليست باتجاه نحو الإسلاميين أو أنها تصحح موقفها من الإسلاميين. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من لندن الدكتور أحمد الشيب النعيمي، رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع. نذكر مرة أخرى بالسؤال، هل انقلب مفهوم الأمن القومي لدى الإمارات التي تدرج مواطنيها على قائمة الإرهاب وفي نفس الوقت تحتفل بذكرى مرور عام على التطبيع؟ نبدأ برسالة من شيرين مرديني. مساء الخير دكتور أسامة، بالنسبة لشيطان العرب، مجرد أن سفارته تحتفل في أرض فلسطين المغتصبة في ظل الظروف السيئة التي يمر بها أبطال نفق الحرية، هذا يعني أنه ليس فاقدا للبوصلة بل فاقدا للإنسانية والضمير والكرامة. من استقوى على جثمان ألاء ورفض أن تدفن في وطنها، هذا يعني أنه حجر جهنم إن شاء الله. يتحدث عن ألاء القاسم الناشطة، ألاء الصديق عفوا، الناشطة الإماراتية التي توفيت في لندن منذ شهر تقريبا. معنا أبو علي من أمريكا، أهلا بك. ألو أبو علي، أهلا بك، تفضل. أهلا، السلام عليكم. تحياتي دكتور. السلام، أهلا وسهلا. تحياتي لك بداية ولضيفك الكريم. بس يعني أنا في نقطة يعني في ضيفك الكريم أشار إلها، يعني أنا ما فهمتها ولا ما يعني ما عرفت هو من وين جاب المعلومات هاي ولا من وين جاب الإحصائيات هاي، وأنت ما سأل. أنا استغربت إنه ما سألته أنت عنها. اللي هو حكى لك إن لما أنت سألته إنه عن الطالبين الإماراتيين اللي سجلوا في جامعات إسرائيلية، وهو حكى لك إنه في دول مطبعة فيها عدد طلاب من دول مطبعة أخرى هما بجامعات إسرائيلية. يعني خلينا نحكي الأردن مطبعة من 94، مصر من أعتقد من 73 أو 74 79 أنا مش متأكد صراحة. طب وين الإحصائيات اللي تورجينا إنه كم عدد الطلاب المصريين والأردنيين؟ يعني انت ما بتعطينا احصائيات استاذ يعني الضيف الكريم، يعني بس يعني هو بس يعني كلام. انا بكل احترامي وكل تقديري للضيف وللشعب الاماراتي، بس يعني خلينا نكون نعطينا معلومات. ولا زي ما انت بتحكي دائما، يعني احنا لازم، احنا بما احنا بنحكي، انت كصحفي انت لازم تاخذ معلومات صحيحه. فوين الاحصائيات اللي جابها ضيفك الكريم؟
أنا كنت أتمنى يكون لسه موجود معنا على الهواء عشان ننقل له السؤال، يعني لو هاي نقطة. هو أنا شوف يعني أنا كل احترام لضيفك الكريم يعني، وأنا أتفق معه بأمور يعني كثيرة. الإمارات يعني هي نازلة لهاوية قوية جدا، وأنا أتفق مع ضيفك الكريم إنه هي يعني الإمارات وإيران يعني هم يعني وجهين لعملة واحدة، وهم يعني خلينا نحكي لك والسعودية وإسرائيل وإيران كلياتهم يعني هم عملتين بوجهين، يعني خلينا نكون يعني لنفس البلد يعني خلينا يعني كلياتها طبخة يطبخوها مع بعض، فإحنا لا ننكر هذا الشيء. بس خلينا نحن نكون نتفق على شيء إنه إحنا لازم نرفض هذا التطبيع، وإنه بالنسبة للشعب الإماراتي إحنا يعني أنا استغربت إنه ما شفت أي حد من الشعب الإماراتي إنه استنكر أو رفض الأسلوب التطبيعي، خصوصاً مع أنت بجوز تعرف الصفحة على الفيسبوك ناس ديلي. طبعاً. يعني أنتوا سويتوا لها شركة بالإمارات، وهم جابوا إنفلونسر إماراتيين وبدربوهم عندكم بالإمارات. وأنا بحكي لك هو الشاب هذا يعني لكل العلم ناس هذا نصير هو فلسطيني بس من عرب 48 وهو مطبع، يعني أنا بحكي لك أنا فلسطيني وهو فلسطيني، بس هو يعني من أسلوبه هو يعني مصاحب واحدة إسرائيلية، يعني هو مش حتى متزوجها هو مصاحبها، بيطلع على قناته بحكي لك أنا مصاحبها، يعني فأنت شو تتوقع منه؟ يعني أنا بحكي لك هذا أكبر مطبع. لا وانت شكرا. مستضيفه عندك في الامارات وفتحت له شركه وانت بتموله وبتقول له درب لي الاماراتيين اللي عندي من دول اخرى عشان يكونوا انفلونسرز، فشو اتوقع منك؟ طيب شكرا جزيلا لك ابو علي من امريكا، تحياتي لك ولمداخلتك القيمه وتساؤلات مشروعه بالتاكيد. الهاشمي او الحاج رضوان من ليبيا يقول: نحن مع فلسطين ومع شعبها المناضل وقضيتها العادله، نساند من يساندها ونعادي من يعاديها، الخزي والعار لدول التطبيع. أما رحال من المغرب فيتحدث عن قطر التي تصلح بين الإخوة في أفغانستان وتساعد فلسطين، تركيا تساعد أذربيجان وتساعد الإخوة في ليبيا، للأسف الإمارات نسمع عليها المصائب تلو الأخرى، دعم انقلاب في مصر وليبيا وتونس واليمن وتواطؤ مع الاحتلال ضد فلسطين. ما هو الجانب الآخر رحال بيتكلم على قطر إن هي اللي كانت دعمة للإخوان المسلمين وبالتالي من وجهة نظرهم دعمة للإرهاب، الإعلام المصري كان بيهاجمها وبيقول الكلام ده، الإعلام السعودي كان بيهاجمها وبيقول الكلام ده، الإعلام الإماراتي كان بيهاجمها وبيقول الكلام ده، تركيا قال لك إن هي محتل أجنبي راح دخل ليبيا عشان النفط وعشان يسرق مش عارف إيه وعشان يعمل إيه، مش عشان عيون الشعب الليبي. فوجهة النظر التانية انه لا، بيقول الكلام اللي انت بتقوله ده مش صح، ده الامارات هي اللي بتدعم وتركيا وقطر هم اللي كانوا بيقوا الارهاب زي ما بيقولوا. طيب الهاشمي من السعودية بيقول: الدول الخليجية وشعوبها خصوصية، فهم قبائل، معظم هذه القبائل ابناء عمومة وقرابة، كلهم مسلمين ومذهب واحد ما عدا عمان، اعتقد بان المصالحة بين الانظمة والمعارضين في الداخل والخارج سهلة وممكنة، الإصلاح قادم لا محالة ولكن بالتدريج عبر الأنظمة والعوائل الحاكمة بشرط أن تنبذ هذه المعارضات. فكرة حسن البنا وسيد قطب: الدخيل على دول الخليج من مصر وسوريا التي تختلف ثقافة مجتمعاتها عن شعب الخليج. طيب يعني أنت عايز السعودية تنبذ فكرة حسن البنا وسيد قطب، طب هو مين اللي استضاف الإخوان في الستينات يا الهاشمي؟ ألم تكن السعودية؟ هو فجأة جماعة الفكر ده بيعجبكم وفجأة الفكر ده ما بيعجبكوش، ما توحدوا الميزان، يعني يا إما السعودية بتحترم الفكر ده يا إما بتحترموش، لو بتحترمه طيب خلاص يبقى تمام، لو مش بتحترمه تقول لنا كانوا استضافوهم ليه في الستينات. معنا عبد الرحمن من فرنسا، أهلا بيك دكتور أسامة. أهلا وسهلا أخي. أنا ننصح الإخوان الأفغان لا يقبلوا أي حاجة تجي من الإمارات، لأن الإمارات هي جاسوس لإسرائيل، أي دولة تخليها إلا وتخليها الشر. أنا ننصح الإخوان ديال أفغانستان ما يحتاجوا النصيحة، أفغانستان يعني الإمارات ما يدخل لها ولو مليون واحد، ما محتاجينش ليها ولو يجلسوا بالجوع، ما محتاجينش ليها، لأن جواسيس أعداء الإسلام، هادو أعداء الإسلام يعني مباشرة فيما كان الإسلام هم داخلين له، هم ضد الإسلام، هم هادو هاد الناس هادو سبحان الله العظيم، لماذا هذا ضد الإسلام؟ لعلاج أين سموش المسلمين هم؟
طيب شكرا جزيلا لك عبد الرحمن من فرنسا. معنا بحريكة من ليبيا، أهلا بك. تحية طيبة لك يا أخي العزيز والأخ اللي خلف الكنترول. لا شك يا أخي العزيز عندما نرى هذا هذا البؤس وهذا التمرد على الإسلام وعلى الأمة العربية، أين الترام وأين نتنياهو الذين طبعوا معهم في مزبلة التاريخ؟ ماذا استفادوا أبناء زايد والبحرين والمطبعين؟ وماذا نلوم على الكيان السجوني ما يفعله في أبنائنا في غزة وفي السجناء اللي هربوا عندما يروا من نفس الفصيلة والدم مسلم وعربي لا غيرة ولا وطنية؟ ما أين الشعوب الخليج مع الأسف لما تطلعش على هالأنظمة الفاسدة اللي وسخوا تاريخهم تاريخ بوهم بن زايد؟ هلبوا الكيان السجوني دون أي مبررات ولا أي مستضعفات، انبطاح من دون أي مردود. يعني ماذا فعلت مصر في التطبيع؟ مذلولة، أمس يستقبل السيسي التعبان في رئيس الكيان السجوني ما يقدرش يرفع خشمه ولا يدعو على الشعب الفلسطيني والله يفتح الطريق الضفة والغربية مع الشعب المصري في فشل العلم. طيب شكرا جزيلا لك بوحريكة من ليبيا. معنا هناك رسالة من عبد العال من المغرب يقول أولاد زايد بحبهم وخدمتهم لإسرائيل ظنا منهم حماية عرشهم يحاربون المسلمين بأموالهم الخبيثة. أما عبد العظيم من الأردن فيقول الإمارات مستعمرة إسرائيلية، أي قرار يصدر من حكامها هو قرار إسرائيلي لا قيمة لحكام الإمارات ولا قراراتها في تل أبيب. أما نور الدين من المغرب فيقول الإمارات ذراع الكيان الصهيوني في الخليج منذ مدة ليست بالقصيرة، الاتصالات بينهما كانت متواصلة بطريقة غير معلنة إلى أن بدأ في ترسيمها وتوثيقها توني بلير سنة 2015 وهذا بشهادته هو نفسه. رسالة أخرى من عادل من المغرب، أنا مغربي ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني وضد التطبيع الأنظمة العربية مع الصهاينة، الشعوب لا تطبع فقط الأنظمة غير الشرعية. رسالة أخرى يقول المثل إن لم تستحي فافعل ما شئت، وهذا ما تقوم به الإمارات، تقول شيرين مارديني. أما مصطفى خليل فيتحدث عن حكام الإمارات ويقول من يتحكمون في الإمارات ومن يعطيهم أوامر من الصهاينة هم أصل الإرهاب، كل من يتابع تدخلاتهم في كل المناطق الساخنة في عالمنا العربي وفي العالم يجد أيادي المتصهينين العرب ومن ورائهم بني الصهيون. أما أبو زياد رسالتنا الأخيرة في هذه الحلقة يقول تحياتي لك دكتور ولجميع مشاهدي الحوار، للأسف يضع حكام الإمارات كل ثروات البلد في خدمة أعداء المسلمين. إسرائيل صدرت بضائع إلى الإمارات بما قيمته 630 مليون دولار في الشهرين الماضيين فقط، ومن هنا يفهم الجميع عن أي سلام يتكلم حكام الإمارات وأعداء الأمة. إذا نهاية هذه الساعة أيضا، وننتقل معكم إلى مراسلي الرأي الحر. محمد بن مصر يقول السيسي ينفرد بمصر ويذلها أمام الصهاينة واليونانيين وحكام الخليج وإثيوبيا، وأكثر من هذا لما اطمأن على الجبهة الداخلية المصرية التفت إلى ليبيا وتونس والجزائر وتركيا ليقوض استقرارهم وأمنهم. أما عزمي من أمريكا فيقول ثورة يناير لم تكن شهادة وفاة الدولة المصرية، بل أعلن وفاة الدولة المصرية منذ عهد جمال عبد الناصر. سمير من فلسطين يقول الهزيمة للشجعان فقط، الجبناء لا يخوضون معارك أصلا. أما يونس الربيع فيقول سر التصارع العربي للتصالح مع تركيا يكمن في أن تركيا اليوم باتت أكثر تطورا عسكريا واقتصاديا من قبل سنتين. تركيا لها تحالف أذري باكستاني قطري، تركيا لها وجود في الصومال، قطر، السودان، إثيوبيا. تغيرات في أفغانستان ضاغطة بشدة على مصر والخليج.
أما حاتم من فرنسا فيقول: انقلابي تونسي أصبح لا يمثل إلا نفسه، نسمع بكاءه وعويله منذ 25 من يوليو، هذا دليل على حجم الخسائر التي تكبدها، فهو كان يرتزق من بين الأحزاب والمنابر الإعلامية، اليوم أصبح مذموما مدحورا، فلا تستغربوا أن يستميت في الدفاع عن المنظومة الفاسدة التي كان ينتمي لها. نهاية هذه الحلقة إذا من الرأي الحر، حتى ألقاكم في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم.